السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وإخواني المتابعين، معكم الدكتور ياسر حميد استشاري الأمراض النفسية. حلقتنا لهذا اليوم حلقة جدا مميزة وحلقة كنت دائما أتمنى أنه أسويها، والحمد لله أتيحت لي الفرصة أنه أسويها، وهي لقاء مع أحد أساتذتي الأعزاء اللي درسوني في كلية الطب في جامعة بغداد. ضيفنا لهذا اليوم هو الأستاذ الدكتور عبد الهادي الخليلي، استشاري الجراحة العصبية، واللي عمل طبعا من الصعب جدا أنه نقدم الأستاذ عبد الهادي الخليلي في مقدمة يعني مختصرة، بس الأستاذ عبد الهادي هو كان رئيس قسم الجراحة العصبية في كلية الطب جامعة بغداد، وقدم الكثير من الإنجازات للتعليم الطبي بالعراق، وليس فقط في ذلك المجال بل في مجالات أخرى يمكن راح نتكلم عن بعضها، مثل مجالات البحوث بشكل عام، مجالات الحاسبة والكمبيوتر، وأيضا بعد أن ترك مهنته في كلية الطب جامعة بغداد انتقل بعد ذلك إلى أنه يكون ملحقا ثقافيا للسفارة العراقية في واشنطن، واستمر بخدمة وطنه هناك إلى 2013، وبعد ذلك استمر بالعطاء لوطنه ولشعبه حتى هذه اللحظة. فشكرا جزيلا أستاذ عبد الهادي على إعطائكم هذه الفرصة لنا ولمتابعينا أنه يتعرفون أكثر عنكم وعن سيرة حياتكم وعن تجاربكم بالحياة بشكل عام، ولكن أيضا راح نكون احنا نركز أكثر على مسائل الصحة النفسية وعلاقتها بالمجتمع وبالفرد ببلداننا العربية. شكرا جزيلا مرة ثانية على حضورك لهذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور ياسر، أنا سعيد جدا أن ألتقي بك بعد سنين طويلة. أي والله. اللقاء تذكر سابقا أنه أنت بصف سادس بالكلية الطبية، وسوينا أنا وياك المجاميع البحثية في العطلة الصيفية لكلية الطب، وجمعنا بيها طلبة الصف الثاني إلى الصف السادس وقسمناهم إلى 4 مجاميع. كما تتذكر تفاصيلها بعدين الواحد يقدر يحكي بيها، وكنت أنت متميز من يومك ما شاء الله عليك. وتخرجت كنت الأول على دفعتك، وهذا شيء فخر كبير، واستمريت أنت الأول في كل المجالات. الله يوفقك ويخليك، نجم ساطع متميز، رايزنج ستار دائما إن شاء الله، وأتمنى لك الخير في خدمة الاختصاص وخدمة المجتمع بصورة عامة. الله يحفظك أن أستاذنا، والله يعني فعلا خلي ناخذ لحظات قصيرة لأنه نتذكر لقائنا الأول. فطبعا يعني أنا يعني كطالب في كلية الطب كنا دائما نعرف الأستاذ عبد الهادي الخليلي، وكانت محاضراتك دائما متميزة والله، وأتذكر كان عندك يعني شلون انه إن يعني ما تحب الطلبه يجون متاخرين من بعدك بالمحاضره، فكان هذا الشيء احنا كنا نرتعب يعني انه اذا تاخرنا ما ندخل عليك، لازم ننتظر برا. وايضا يعني شلون تشد انتباه الطلبه للمحاضره، و يعني شلون تخليهم يعني يتابعون المعلومه اللي تعطيهم اياها، يعني ما شاء الله والله، يعني كان في شيء جدا رائع. تتذكر والله استاذ عبد الهادي تلك الايام مال المحاضرات ويا الطلبه وشلون كانت؟ طبعا هو يمكن انا من الاوائل اللي استعملت الباوربوينت برزنتيشن، وكنت اجيب مهندس من شارع الصناعه يجي وياي ويجيب وياي الليزر بوينتر هيليوم ليزر حتى يشوفون الطلبه يشوفون هذا الليزر، مشان ذاك الوقت معروف في وقته. فكنت تجيبه ويا المهندس مازن سعد، اذا هم من رموز الحاسبات في العراق في الحاضر. كانت المحاضرات يعني هم ينبيه بتذكر تتخللها شعر وادب وقضايا شيء قضايا تربويه عامه. بس بالنسبه للدخول المحاضره انت تفضلت وقلت تقوم برا، بس انا الشيء اللي كنت أصر عليه أنه الطالب يجي أي وقت بس ما يشوش، ويطلع أي وقت يعجبه من بس على أساس لا يشوش. صح.
اي هذه صح. ايام رديئة كانت الحمد لله. والله ففعلا والله استاذ عبد الهادي يعني كانت تلك المحاضرات يعني جدا مختلفه عن بقيه المحاضرات التقليديه اللي كانت تلقى علينا يعني بالجامعه، فكنت انت ما شاء الله المتميز في هذا الشيء. ويعني بذاك الوقت كان عندنا هاي الجداريه، كانت كنا نسوي عن طريقها لقاءات ويا الاساتذه. فلحد الان اتذكر لما اجيت على المكتب مالتك في المستشفى اللي كان يسمى انذاك مستشفى الشهيد عدنان خير الله للجراحات التخصصيه، اللي سمي بعدين مستشفى غازي الحريري. فقعدنا وياك ويعني قلت لنا يعني جاوبت على اسئلتنا بكل رحابه صدر، ويعني كنا في شيء مدى نتوقعه انه استاذ مهم مثل حضرتك يعطي وقت لطلبه كليه الطب على مود يسوون ويا لقاء ينشروه بجداريه مغموره يمكن ما حد ما سامع بيها. يعني شنو هذا الدافع اللي كان عندك والله استاذ عبد الهادي، لي يعني انه تساعد الطلبه رغم مشاغلك انت الكثيره اثناء يعني ذلك الوقت، يعني ليش كنت تشوف انه هذا الشيء كلش مهم؟ والله اعتقد هو هذا الانفستمنت يعني استثمار هو في الشباب الكليه الطبيه. يعني تربوا على قيم نبيله، على قيم اصيله من اخلاقيه، قيم علميه اصيله، هذا فتكسب للمجتمع، لان هم راح يكونون قياديين مثل ما انت حضرتك هسه وزملائك اللي من دفعتك هم قياديين في اختصاصاتهم في مختلف مكانات العالم. وتتذكر انت بهذا، فهذا زرع في مخيلتكم، في ذاكرتكم، في قيمكم، زرع الشيء هذا. وانت راح تسويه، متاكد انت هم تسويه ويا الشباب الطلاب مالتك والجونيور المقيمين الشباب اللي يجون عندكم بالديبارتمنت. اكيد تعلمنا من اساتذتنا. انا اتذكر كنا بالجراحه بالصف السادس، دربنا ثلاثة اشهر، بنكملنا الثلاث اشهر، جمعنا المرحومين كلهم، ثلاثه مرحومين، استاذ خالد القصاب وزهير البحراني وعبد الكريم الخطيب بالجراحه، كان فيجمعون المقيمين وما يخلون اللي اسعفوا، يجمعون الطلاب استاجيريه طلبه الصف السادس وما يخلون المقيمين بالاجتماع. الطلبه يحكون يعني افكارهم، شنو وجهه نظرهم بالديبارتمنت، شنو اللي افكار عندهم مثلا، النواقص، الاشياء الزينه، الملاحظات. فكان من اجى السيره يمي، قلت للاستاذ خالد اللي هو كان رئيس الوحده، قلت له استاذ احنا تعلمنا هنا مو بس يعني تعلمنا جراحه، تعلمنا قيم اخلاقيه، تعلمنا شلون نتصرف مع المريض اللي يسمونه مانرز، يعني المريض اللي تقعد يمه انت شلون تقدر تتعامل وياه وتتفاهم وياه تريحه. يعني هذه هي تعلمناها من عندهم ووصلناها لكم. ان شاء الله الاساتذه اللي بالكليه الطبيه الان هم يوصلون نفس الشيء الى شبابهم الى طلبتهم. فهذا كان فتبين فتفخر، يعني واحد يفتخر به انه يزرع فتبذره سليمه في نفوس وقلوب الشباب الطلبه بالخصوص، لان قلت لكم القياديين مال المستقبل.